السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح يكون مقارنه بين زوج سماعات هذو، الاولى من شركه سبيريت اوف جيمر اللي هي الار 70، اما الثانيه من شركه جيم نوت اللي هي هافيت بلو. السماعات هذو في زوج سابقه وقمنا بالمراجعه الكامله لهما في القناه، وراح نخليكم روابط المراجعه اسفل الفيديو. اما اليوم سوف نحاول عمل مقارنه سريعه بينهما، لان السماعات هذو في زوج يعتبرون بين افضل السماعات في الفئه الاقتصاديه، وعليهم اقبال كبير جدا من طرف الجيمر الجزائريين، وديما يجيني هذا السؤال ايهم افضل. واليوم جاتنا الفرصه باش نجربوهم امامكم ونعطيكم راينا من الاخر، لكن قبل ما نبداو خلونا نتعرفوا على سبونسور حلقه اليوم. موقع كيسفان هو موقع خاص ببيع مفاتيح تفعيل سواء للانظمه او البرامج او الالعاب. لدينا هنا برنامج مايكروسوفت اوفيس بروجكت، ويندوز 10، ويندوز 11 الى اخره. والاهم هو انه هذا الموقع قدمنا كود خصم حصري لمتابعينا قيمته 50%، وهذا يعني انك راح تتحصل على جميع المفاتيح بنصف سعرها. ولنأخذ ويندوز 10 برو كمثال، سعره حاليا 15 دولار عند تطبيق كود الخصم اللي هو ADO 50، راح يصبح سعره النصف اي 7 دولار ونصف فقط، وهذا السعر جد ممتاز. نقوم باكمال عملية شراء بالضغط على زر باشر بالخروج، واللي راح يوجهنا لصفحة الدفع. نختار طريقة الدفع المناسبة سواء باي بال او فيزا، ونقوم بالدفع. سوف يوصلك كود التفعيل عن طريق الايميل الخاص بك، ثم نذهب للاعدادات ثم تحديث والامان، بعدها تنشيط وتغيير مفتاح المنتج الان، ونقوم بلصق المفتاح في الخانة ونضغط على التالي، وقت راح يصبح عندك ويندوز 10 برو اصلي مفعل مدى الحياة. عودنا رجعنا لكم من جديد. المهم الحلقة تاع اليوم ان شاء الله راح نديروا مقارنة سريعة بين افضل زوج سماعات في الفئة الاقتصادية. المقارنة راح تكون كالتالي، اولا راح نقارنهم من ناحية خامة التصنيع، بعدها نديروا مقارنة خفيفة بين جودة صوت الميكروفون، ونعطيكم ثاني رأي على جودة الصوت الخاصة بالسماعة، واكيد في الاخر راح نعطيكم السعر تاعهم ومنين تقدروا تشريوهم. ونبداو مباشرة مع الشكل الخارجي للسماعات. كما راكم تشوفوا تقريبا عندهم نفس التصميم في الهيكل الخارجي اللي مصنوع من المعدن المرن، واللي راح يخليهم مرنين بزاف، وبالتالي السماعات هذو في زوج راح يكونوا صحاح وما راحش يتكسروا معاك بسهوله. اسفل الهيكل المعدني نجد مسند للراس مصنوع من الجلد الاصطناعي، عنده زوج وظائف. الاولى راح يكون بمثابه مسند للراس، وايضا قابل للتمدد بحيث راح يخلي هذا السماعات يناسبوا اي حجم سواء راس كبير او صغير. اما الجانب الخاص بالسماعات تقريبا نفس خامات التصنيع، في زوج مصنوعين من البلاستيك المقوى، يعني حتى يسقطوا من اعلى الطاوله ما راحش يتكسروا بسهوله. من ناحيه الراحه بعد التجربه حسيت بلي السماعات في زوج مريحين، درت بهم تقريبا مونتاج لحوالي 3 ساعات متواصله وما حسيت بحتى الام في الاذنين. والناس اللي تهتم بالاضاءه، سماعه هافيت بلو راح تجي مع اضاءه LED باللون الازرق وما تقدرش تغيرها. اما السماعه ار 70 ايضا نلاحظ اللوغو الخاص بالشركه سبيريت اوف جيمر يونير بعده الوان LED، وايضا نفس الشيء ما تقدرش تتحكم في الاضاءه. بالنسبه للكابلات، السماعه ار 70 اليوم مصنوع من البلاستيك وتعتبر حاجه سلبيه، لانه البلاستيك مع الوقت راح يتقطع لا محاله، والطول تاعو تقريبا 3 امتار. اما السماعه الثانيه اللي هي هافيت بلو، جوده التصنيع الخاصه بالكابل تاعها تعتبر ممتازه جدا ومستحيل تقطع معاك مع مرور الوقت. بالنسبه للطول تاعو حوالي 2 متر. يعني بالمختصر من ناحيه خامه التصنيع والشكل الخارجي تقريبا راهم كيف كيف، يعني ما حسيت بحتى فروقات من هذا الناحيه. لذلك بغينا نعرفوا ايهم افضل لازم نجربوا جوده صوت الميكروفون. انا لهنا عليا التجربه وانتم احكموا بانفسكم، واكتبوا لنا في التعليقات ايهم افضل من ناحيه جوده صوت الميكروفون. مهم خوتي حاليا راكم تسمعوا فيا مباشرة من الميكروفون الخاص بسماعات سبيريت اوف جيمر الاش 70، اعطيونا رايكم في جودة الصوت. درك خوتي رانا بدلنا السماعة الثانية الخاصة بشركة جيم نوت لي هافيت بلو، حاليا راني نسجل الصوت مباشرة من الميكروفون الخاص بها، اعطيونا رايكم في التعليقات وقولوا لنا وين هي الاحسن. المهم خوتي كانت هذه هي تجربة صوت الميكروفون الخاص بهذا السماعات. انا شخصيا ما حسيت بحتى فروقات من ناحية جودة الصوت الخاصة بالميكروفون، يعني تقريبا كانت متقاربة جدا. بالك في السماعة تاع سبيريت اوف جيمر نحسوا باللي الصوت فيها عالي شوية، اما في السماعة الثانية الخاصة بشركة جيم نوت نحسوا باللي الصوت منخفض قليلا فقط، يعني ممكن معظمكم ما حسش بهذا الفرق
الفارق، لكن انا حسيت بالفارق البسيط هذا. وفي الاخير اكيد راح يبقى الاختيار لكم، وقولوا لنا وين هي افضل من ناحيه جوده الصوت الخاصه بالميكروفون. الان اخوتي نجيو لي جوده الصوت الخاصه بالسماعه نفسها. اكيد انتم ماكمش راح تقدروا تجربوا معايا السماعات هذو، لذلك راح نعطيكم رايي بالمختصر. السماعات هذو في زوج اخوتي تقريبا يمدوا نفس جوده الصوت، يعني تقريبا ما حسيت بحتى فروقات بيناتهم. ممكن الفرق الوحيد اللي لاحظته هو انه كينزيدوا الفوليوم للاخر، السماعه هذه تولي دير صوت قوي على السماعه هذه، واكيد هذا يعتبر عيب بالنسبه للسماعه هذه، لانه كي تزيد لها بزاف الصوت تاعها يولي رديء نوعا ما. لذلك باش تحصل على افضل جوده صوت بالنسبه لهذه السماعه، لازم على الاقل دير نسبه الصوت حوالي 60% الى 70% باش تعطيك افضل جوده. اما بالنسبه للسماعه هذه يعني راح تزيد الفوليوم للاخر وماهيش راح تاثر لك على جوده الصوت، يعني راح يبقى هو هو. وثاني كاينه ميزه بالنسبه لهذه السماعات تتفوق بها على هذه السماعه، لو كان نجيو نشوفوا لنا خاوتي كاين واحد البوطو هذا خاوتي كي تفعلو يدير لك فيبرور، شوف كي تعود حاط السماعه على راسك وتعود تسمع في كاش موسيقى تولي السماعه هذه دير فيبرور على حسب الايقاع تاع الموسيقى اللي راك تسمع فيه. انا شخصيا الميزه هذه تعجبني بزاف في هذه السماعه، لذلك راني نحسبها نقطه لصالح هذه السماعه. يعني بالمختصر اذا تسمع الموسيقى بزاف السماعه هذه راح تكون مليحه ليك بزاف من هذه السماعه. وبالنسبه للالعاب اخوتي جربتهم في بعض الالعاب وثاني ما حسيت بحتى فرق من ناحيه الالعاب، يعني تقريبا يمدوا نفس الاداء. وهنا باه ننهيو الجدل ونقول لكم وين هي احسن هذه والله هذه، لازم نروحوا نشوفوا لي السعر. السعر تاع السماعه هذه اخوتي اللي هي سبيريت اوف جيمر ال 70 لقيت سعرها حوالي 620 الف، يعني الماكس تاعها لقيتها 620 الف، واللي راهو حاب يشريها تقدروا تلقاوها عند متجر ويسال ستور، اكيد راح نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. بالنسبه للسماعه هذه اخوتي سعرها راه يتراوح بين 400 الف حتى 450 الف، يعني طالعت على عده متاجر لهنا في الجزائر، شفت الاسعار منها من هي لقيت باللي يبيعوها تقريبا بنفس السعر كما قلت لكم من 400 الف حتى 450 الف. وانا شخصيا اخوتي اذا رحت لكاش محل ولقيت زوج سماعات هذو يتباعوا بدون يعني بدون تفكير اكيد راح نختار السماعه هذه، لانه تقريبا ما كانش ديفيرونس بيناتهم، بالاضافه الى انه هذه السماعات تفوق بالميزه هذيك تاع الاهتزاز، يعني راح نختارها بدون تردد. وبالاضافه الى ذلك راهي ناقصه في السعر بحوالي 150 الف على السماعه هذه. يعني يا خوتي من الاخر خلاص السماعه هذه من شركه جيم نوت اللي هي هافيت بلو كيما نحب نسميها انا، تعتبر هي افضل سماعه اقتصاديه ونقدر ننصحكم تشريوها بدون اي تردد. كما قلت لكم سعرها حوالي 400 الف حتى 450 الف، واللي راه حاب يشري ثاني السماعه هذه هافيت بلو راهي نورمالمون متوفره عند محل سي او جي انفورماتيك، ثاني راح نخلي لكم الرابط تاعو اسفل الفيديو اللي حاب يشري. وكما قلت لكم السماعه هذه راح تلقاوها عند متجر ويصال ستور، يعني سي او جي انفورماتيك ويسال ستور، 620 الف، 450 الف، ولك الاختيار. وهكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى تكون عجبتكم الحلقه تاع اليوم. وثاني خوتي كي العاده ما تنساوش تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب، اذا كنت غير مشترك في القناه لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل ميزه الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. سلام.